لكن هو قال له حاجة مهمة جدا، قال له احنا لا نتعامل مع الفرحة والإحباط بالشكل المحترف الصحي، احنا يا نفرح لدرجة جرجرنا إلى الهزيمة، يا نحبط لدرجة جرجرنا في الاستمرار في الهزيمة. وهو يعني لما تلاحظ حضرتك كسبنا ريال مدريد في أول سنة لمستر مانويل، وابتدينا الدوري بعديها بأسبوع خسرنا من السويس، فاكر يا إبراهيم؟ اتنين. بعدين كسبنا تالت العالم في اليابان، ورجعنا خدنا الأوسمة، وخسرنا من الإسماعيلي في القاهرة 3-0. ولما طلعنا تالت العالم مع موسيماني رجعنا خسرنا مع الهلال في الخرطوم، ولسه راجع بفرحتك من السعوديه، ولسه راجع. عشان كده كنت خايف جدا 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 ماتش البنك الاهلي، من ماتش البنك الاهلي بخلاف ناس كتير ومنهم احنا من شكل التشكيل والاداء، ان تتعامل ازاي بعد الفرحه العارمه مع هذه المباراه اللي ادتنا جرس ثلاث مرات وما خدناش بالنا. ايه القصه؟ نتعامل ازاي مع الفرحه الكبيره؟ انت راجل، هنيجي نقول لك الفرقه قدامك اهي يا سيدي كسبانه، هنعمل معاها ايه عشان تجهز بعد ثلاث ايام تلعب ماتش مهم جدا جدا. وبعدين في نفس اللحظه هناخد من نفس المثل، فرقه محبطه وخسرانه 4-3 هو اللي حصل بنتيجه، ورايحين نلعب مع سيمبا اللي بيهددونا دلوقتي هنخصيكم، نعمل ايه هنا ونعمل ايه؟ طيب اول حاجه هي مرتبطه بالبنيه العقليه، بنية عقلية يعني الكالتشر بتاعتنا احنا عموما، هل ده موجود بس في لعيبة الكورة ولا موجود حتى في كلامنا العادي؟ طول الوقت احنا قاعدين نتكلم احنا الفراعنة، احنا الثقافة، احنا الحضارة، احنا اللي بنينا. في حاجة اسمها انتاج طاقة مشاعر، مشاعر إيجابية، بس مفيش طاقة حركة. في حاجة اسمها انتاج طاقة حركة، حركة دي فعل، لكن مشاعر بس دي خطيرة جدا، سواء إيجابية أو سلبية. فمدرب أجنبي اتغلب في ماتش غير متوقع خالص، رد الفعل بتاعه بعد ما الماتش يخلص صحيح مش مبسوط، لكن بيروح بكل ثقة فارد صدره ورا رافع راسه سلم على المدرب التاني يقول له جود جود ماتش جود ماتش كده، يروح ماشي. هو خلاص تعافي سريع جدا. احنا بالنسبة لنا المدرب يخسر مش عايز يسلم على حد، مش عايز يكلم حد، قفل موبايله، قفل موبايله، رمى كلمتين في الهواء كده وما حضرش المؤتمر الصحفي. ايوه عمال يرسخ، ما عندناش قدره على التعافي. دي هيتعلمها بدري، ازاي يعرف يتعافى بسرعه جدا من المواقف السعيده والمواقف الاليمه. دي ليها طريقه ودي ليها طريقه. عجبني جدا كيروش، نتفق او نختلف يعني عليه كمدرب. ايوه لما بعد ما الفرقه خسرت قال ايه؟ قعد مع لعيبه في اوضه اللبس وقال لهم كل مباراه بنخوضها اما فوز واما اللعيبه ردوا ايه؟ اما خساره اللي هو العادي. قال لهم لا، واما تعلم، يبقى اي خساره بنقابلها فوز اتعلم منها. ايه اتعلم ايه على طول؟ ليه؟ عشان هو يعمل التعافي. اصل انا فوز وخساره هفضل بخساره وخسرنا فورا. هو قلب الكلمه، حضرتك تقول لي يعني ايه الكلمه دي؟ اللي طبعا كلمه صغيره جدا، بس هي رايحه على قاعده فكريه عندي، ان بمجرد الهزيمه مباشره انا ببدا اشوف اتعلمت ايه. تقول ايه؟ الماضي للتعلم وليس للتألم. لا تحدثني عن الألم والحسرة بتاع الخسارة، حدثني عن العبرة والخبرة. ايه الخبرة اللي خدناها من الماتش ده بسرعة جدا؟ انا هنا عملت حاجة في عقلي كمنتاليتي، عملت شيفت ما بين انا زعلان وبين ان انا خدت خبرة. وكمان رسخت ان دي حاجة عابرة. ده طبيعي، هو ده طبيعي، ما فيش حد يكسب على طول. هفاجئ حضرتك وانا اتعلمت منها ايه عشان طبعًا اللي جاي؟ هتعلم عشان اللي جاي. مهمة جدا جدا الجملة اللي اتبقى بسيطة دي يا جماعة، فيها فيلم وموال. يعني احنا بنسميها يا باشمهندس بناء القواعد الفكرية. ايوه انا بحط، انا عندي كده منظومة فكرية عند الولد الصغير، فاحنا كل يوم بنحط ايه؟ قاعدة في القواعد الفكرية دي. بعد 6-7 سنين بيبقى مبنى كبير خلاص، هو بينسبق ده المبنى طلع مش عارف شيء واحده من دول. أي. فاول حاجه في الماضي اللي انا بتغلب فيه ده اسمه الماضي للتعلم. طب والفرحه جاي لها بقى، الماضي للتعلم الاول وليس للتالم. حدثني عن العبره والخبره ولا تحدثني عن الالم والحسره. يبقى خلصنا دي بتاع الايه؟ ماتش اتغلبته. ما تقعدش بقى تفكر اتغلبنا ازاي. نفس الكلام وانا جوه الملعب، بيقول لك في فرق اول ما يدخل فيها جون قبل ما تفوق يكون دخل التاني.
ايه الحكايه؟ ما عرفش يتعافى بالجون اللي دخل بسرعة. فيه. كل ما مستوى الاحتراف يبقى جيد سواء بقى فكريا او بدنيا او القواعد الفكريه اقوى. بالظبط كده. وانا بيحكمني فكر. صبرين بيحكمني فكر في الملعب. صحيح. انا ما عنديش وقت ان انا اعمل فكر جديد في الملعب. اللي بيحكمني مكوني انا الفكر اللي انا نازل بيه المباراه. ما اقدرش اعمل فكر جديد جوه المباراه. يقول لك ايه؟ يا ابني كنت عملتها كده. حضرتك بيعملها في التمرين؟ لا، يبقى مش هيعملها. هيجيبها منين؟ الجهاز اللي هيديها لك لازم يكون بيعرف يعملها الاداء الالي بتاع المهاره. فلو ما بيعرفش يعملها في التمرين ما يعرفش يعملها في الملعب. كويس؟ طب والفوز بقى؟ ده قاعدته مهمه جدا. الفوز ده اولا يفرز كميه دوبامين عاليه جدا. كميه اندورفين عاليه جدا. طيب وبعد ايه دي وايه دي؟ الدوبامين ده بتاع السعاده، بتاع النشوه. يعني خلينا السعاده سيروتونين نتكلم لوحده، ده بتاع النشوه. ده يعني معلش سامحني كده، ده هرمون يعني؟ هرمون نقل عصبي. هو يعني شبه اللي بياخده بتاع المخدرات. بتاع المخدرات الجسم بيفرزه، الجسم بيفرزه على طول نتيجه الفرحه الكبيره دي. فانا فرحان فرحه كبيره جدا، اصبحت تقييمي للامور حواليا مش مظبوط، زي بالظبط بالظبط بتاع المخدرات اللي واخد مخدر. فلازم انا يحصل استفاقه سريعه جدا عن طريق التمارين. يعني ليس مهما من اين انت قادم، المهم الى اين انت ذاهب. لما تيجي تقعد في القعده بقى بعد الماتش اللي كسبناه، ما تكلمنيش كتير على الماتش اللي كسبناه، كلمني على الماتش اللي جاي. انت جهزت كويس؟ رجعت الفرقه كويس؟ مش ماتش سهل، سهل وصعب دي ما تبانش قبل ما نلعب. على الرغم ان الاهلي كثيرا يعني جمله شارع نقفل صفحه الماتش صح ونفكر، بس يبدو ان احنا احيانا ما بنطبقش دي، وخصوصا الماتش اللي فات. ليه يا فندم؟ لان حضرتك بتقولها في ثلاث دقائق وانت قاعد، بس هو المنتاليتي بتاعته في حياته العامه هل بيعرف يعملها؟ ما بيعرفش يعملها. روح لا ميت واحد زعلان. بالظبط، روح لا البيت والشارع بيتكلموا في اللي فات، ويفتح الموبايل يلاقي السوشيال لسه بتتكلم. كلنا كده، ما حدش مديله فرصه. بالظبط، يتعافى. مش في فرصه تعافى. انت عارف مانويل جوسيه كان بيعمل ايه يا دكتور؟ يروح داخل فيهم شمال، لازم يتخانق في اول تمرين بعد المكسب. هو فاهم. وانا بقيت احتار، بيلغي التمرين. يا ابراهيم اكتشفت ان هو يتباع له القطه، عايز ينقل دماغهم. صحيح. لا يا حبيبي انتوا ما عملتوش حاجه. ودي مهمه جدا جدا. حتى اولاد بقول لحضرتك النهارده، هو المدرب بيقولها كتعليمات، مدير الكره بيقولها كتعليمات، ودي حلوه، لكن التعليمات دي صغيره قوي مقارنه بالبنيه العقليه بتاعته. حياته كلها بيقعد يحتفل بالماضي كتير قوي. احنا الفراعنه، احنا حتى الحضاره الاسلاميه عموما يقول لحضرتك ايه؟ احنا الحضاره الاسلاميه طول عمرنا لما كنا ماشي. انت بتنتج طاقه مشاعر، دي خطر جدا، ما فيهاش طاقه حركه. انت عملت براندنج، عملت مصنف، خدت الزهو، بس ما خدتش الحفاظ عليه اللي جاي بقى على طول. عشان كده بقول ايه؟ احنا مش قفلنا الصفحه. كلمني اذا كنت هتكلمني على الماتش اللي فات ده وكسبناه، قعدت تتكلم 10 دقائق، يبقى لازم اتكلم على الماتش الجاي 3 ساعات. نعملها كده ميزان. انت اتكلمت قد ايه؟ ساعه. اتكلم على الماتش الجاي يوم كامل. الماتش الجاي مش الفريق قوي ضعيف، لا، انا عملت ايه؟ الباك ليفت بيعمل ايه؟ الوينج رايت بيعمل ايه؟ هم بيهاجموا منين؟ هما ضغط متقدم. بتكلم على الكوره يعني. فلازم انا اتكلم كتير قوي على الماتش الجاي. التعليمات ده بالنسبه للكوتش. طب اللاعب بقى نفسه يعمل ايه؟ وانا بقول لك بيروح يلاقي الدنيا دي، هل في مسؤوليه من اللاعب على نفسه؟ هو هيعمل بقى النقله دي، يعني مثلا يكلموني في البيت والماتش هيقولوا الحمد لله ربنا كرمنا وخلصنا وده، بس الماتش الجاي مهم جدا، الماتش الجاي فيه كذا وكذا، ده انا النهارده. يعني انت تقول اللاعب اعمله كده؟ طبعا لازم يعمل كده، لازم يعمل. احنا عايزين نعادل رصيد الخبرات اللي عنده الحياتي، ان الماضي السعيد بنعيش فيه كتير قوي. طيب واحنا بنحاول التأصيل ده يا دكتور لطبيعه الاهلي على وجه التحديد. جمهور الاهلي من النوع اللي رافض للهزيمه، وشايف دايما ان الاهلي اتعمل عشان يكسب فقط، ولما تقول له الرياضه فوز وهزيمه، لا، الرياضه بالنسبه له فوز وفوز. هل رفض الهزيمه بهذا المعنى يمثل بناء لقاعده فكريه ولا ضغط على اللاعب؟ هو ضغط على اللاعب مطلوب، احنا دايما نقول عليها ايه؟ نقول الضغط الدافع، في حاجه اسمها الضغط الدافع للنجاح، في الضغط المانع من النجاح. انا عايز ضغط على اللعيبه دايما، ضغط دافع للنجاح. انت كنت كويس جدا بس في افضل. بص انا مش هقول لك وحش. طب اللغه نفسها بقى. هو الجمهور مش هنعرف يا باشمهندس. لا يعني ايا كانت اللغه، يعني في مهاجمه اللعيبه او مطالبتهم
في فرق بين المطالبه رقم واحد، انا مش هاجمه على مستوى الشخصي، ممنوع منعا باتا، ممنوع منع. لو جمهور واعي هنقول الجمهور اوعى تهاجم لعيبك على المستوى الشخصي، هو مش عارف ابنه ايه، بنته ايه، كان سهران، كل الكلام ده بمستوى شخصي، انت كلمه على اداؤه في الملعب. دي نمره واحد. نمره اتنين، اوعى تقارنه بلعيب تاني، قارنه بادائه هو نفسه الماتش اللي قبله بنفسه. انا عندي ارقام، قول معقوله الكلام ده؟ بقى انت الماتش اللي فات تعمل كام تمريره صح، الماتش ده تفاجئ بيك انك انت عامل كام ميز باص. دي نقطه مهمه جدا، مقارنه بنفسه، مقارنته بزميله بتعمل بتضرب العلاقه بينهم طبعا. طبعا. وبعدين انا بقت خلاص الشيطان بيدخل فيها، لعبه شيطان كبيره جدا هي المقارنه.